وتأتي هذه الجرائم التي يرتكبها مرتزقة العدوان السعودي بحق أبناء قرية الصراريف في صدر الموادم بمحافظة تعز وسط مرأى ومسمع من المجتمع الدولي في ظل مناشدات من أهالي القرية بإنقاذهم من الحصار. صلاري صبر، حدث ولا حرج، حيث نجح العدوان حقيقة في زرع الكراهية في نفوس بعضنا ضد بعضنا الآخر، وإشعال فتيل الطائفية التي يخوض حربه تحت شعارها، أو هكذا يوهمون العالم العربي والإسلامي. صبرا آل الصراري، فإن موعدكم الفرج ونصر قريب بإذن الله الذي لا يرضى الظلم لعباده، حيث سجلت اليوم تقارير ميدانية نزوح العشرات من أهالي المدينة هربا من اعتقالات تعسفية وقتل عبثي يطال من يقع عليه أيدي المرتزقة هناك، بينما تفيد مصادر محلية أن أدوات العدوان اختطفوا زهاء 45 شخصا واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. أيا يكن الحال الذي وصلنا إليه اليوم في المعيشة، لم يكن لأحد التخيل أبدا أن يصل هذه الدرجة من العنصرية والتعصب الأعمى، حتى وإن كانت الحرب وتبعاتها هي من يفرض قوانين المرحلة. استشهد مواطنان بقصف طيران العدوان السعودي منطقة الشريجة في